أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها تلويح منظمات أممية بخفض المساعدات الإنسانية في اليمن نتيجة التضييقات الحوثية. أفادت وكالة رويترز بأن المساعدات المقدمة لليمن تحت قيادة ميليشيا الحوثي ستخفض الشهر المقبل خوفا من عدم وصولها لمستحقيها. ونقلت الوكالة عن مصادر في القطاع الإنساني أن الميليشيا تعطل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة. وبحسب مسؤول أممي أيضا، فإن مناخ العمل الإنساني في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، حتى أن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة. الحكومة من جهتها كانت قد اتهمت ميليشيا الحوثي بأنها تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع 20% من قيمة مشروعاتها في مناطق سيطرتها دون أن تلقي بالا لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعا. ما الذي يمكن فعله لتلافي التخفيض المحتمل للعمل الإغاثي العالمي في اليمن؟ وما البدائل الممكنة لتحرير المساعدات من سيطرة وإدارة الميليشيا الانقلابية؟ نناقش ذلك وغيره مع ضيوف الحلقة بعد مشاهدة هذا التقرير. تهديد دولي بخفض المساعدات الإنسانية، السبب شكاوى متعددة من وكالات الإغاثة العالمية، والمتهم هنا ميليشيا الحوثي التي تعرقل وصول المساعدات بدرجة لم تعد محتملة. التوجه الأممي لتخفيض أكبر عملية مساعدات إنسانية يقدمها العالم قد يبدأ الشهر المقبل وفق مصادر أممية لرويترز، والتي قالت إن المانحين وعمال الإغاثة لم يعد بإمكانهم ضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها. العاملون في منظمات الإغاثة اتهموا الحوثيين بتعطيل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى، ولم يعد مناخ العمل الإغاثي في شمال اليمن متاحاً، فقد تراجع في الأشهر الماضية كما يؤكد مسؤول في الأمم المتحدة، لدرجة أن عمال الإغاثة لم يعد بمقدورهم إدارة المخاطر المرتبطة بتوصيل كميات الإغاثة الحالية. لم يعد لدينا خيار، تقول مصادر في المنح الدولية، سوى خفض المساعدات التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي، والتي تطعم أكثر من 12 مليون شخص وفق إحصائية أممية أكدت بأن 80% من المستفيدين منها يقيمون في نطاق المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون. أتى هذا الإجماع الدولي على ضرورة تخفيض المساعدات بعد شكاوى متعددة علنية وسرية، كلها تحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعقد ظروف العمل الإغاثي وصعوبة منح تصاريح السفر للعاملين في الإغاثة والتسبب بتلف الأغذية وانتهاء صلاحياتها وعرقلة نظام البصمة لضمان عدم سرقة الحوثيين للمنح الغذائية. التهديد الدولي بخفض المساعدات قد يمنع عدم سرقتها، لكن عدم وضع حلول بديلة لوصولها يضع ملايين المحتاجين لها تحت تهديد الاقتراب من المجاعة. إذن حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة عدن المنسق العام للإغاثة في اليمن جمال بلفقيه، وأيضا معنا من القاهرة الباحث والناشط في الشؤون المجتمعية همدان العلي. نبدأ بالسيد جمال، مرحبا بك معنا. أستاذ جمال، ما الذي يعنيه لكم قرار المنظمات الدولية تخفيض مساعداتها التي يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن يمني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونحيي مشاهدينا الكرام وضيفكم الكريم. الواقع أن قرار المتحدة هي طبعا هي المرة الثانية التي هي يحاولوا قدر المستطاع ان يضغطوا على الحوثيين بمنع المساعدات عن الشعب اليمني لايصالها، والواقع ان الامم المتحده والمنظمات الدوليه طبعا هي من ضمن عملها من عملها ان لا توصل المساعدات بشكل اساسي لجميع المناطق التي هي تصل اليها مقابل المنح التي تاتي للمنظمات الدوليه والمبالغ الماليه التي تستلموها.
الحقيقه في قوانين في الامم المتحده اللي هي تحاسب المرجع للعمل الانساني والاغاثي ولحمايه المواطنين الاسلام لاغاثات القانون الدوليه. طبعا هي كارثه حقيقيه سوف تحل على المواطن اليمني وخاصه المناطق تحت السلطه الحوثي عندما تنخفض عليهم المساعدات الانسانيه والذي لم يتم عليها هجره. نحن من خلال اكثر من مره من خلال رئيس لجنه الاغاثه ومن خلال تصريحاتنا السابقه نحذر من عمليه الانتهاكات المستمره وطالبين الاول في خلال الفترات الماضيه الادانه بشكل كبير، ولكن بدات الادانه وبدات الامور تمشي بشكل صحيح، لكن لم تكون اجراءات حقيقيه لمحاسبه معرقل العمل الانسان الغاثي والحوثيين، وكذلك لازم تكون فترات اساسيه. طبعا المبالغ عدم ايصال الاغاثه للمواطنين سوف يزيد المعاناه بشكل اكبر، وسوف يعيد توصل حسب التصنيف ان اليمن هي توصل الى حافه الفقر وانا في كثير من المناطق اللي تحت المجاعه. فطبعا هذه الامور ليس للحظه، فهي موجوده من السابق بالانتهاكات المستمره من الحوثيين، وكذلك منع وصول الاغاثات، وكذلك خلال الشهر الماضي الذي يعني الانتهاك السريع في اخذ حوالي 71 طن من المواد الغذائيه في مخازن في حجه، وتم السيطره عليها وكذلك وتم حرقها بعد ما تمت في مخازن الذي تم اتلافها ووصلت يعني لحد ما لم تقدر تستخدم ووصلت للتلف. الحقيقه هي طبعا لابد ان يكون في اجراء غير اجراء منع المساعدات وعدم وصولها للمناطق المحرره، او انهم يستخدمون في عمليه اعاده مكاتبها. انا اعتقد ان في القرارات الحقيقيه اذا وقفت جميع المكاتب الرئيسيه في المناطق التي تحت سيطره الحوثي وتاتي في المناطق المحرره، انا اعتقد خاصه في العاصمه الاقتصاديه عدن، هذا اول درس حقيقي. ونحن باستطاعتنا من خلال اللامركزيه في العمل الانساني الغاثي ان احنا نقدر من خلالها ان توصل الاغاثات في جميع مناطق الجمهوريه بطرق اخرى غير منطقه غير ميناء الحديده الذي هم مسيطرين عليه بشكل كامل. نعم، تفضل بالبقاء معي. نعود الى ضيفنا من القاهره الباحث والناشط في الشؤون مجتمعية همدان العلي. سيد همدان، مرحبا بك معنا. ما الذي يعنيه بالنسبة لك الحديث عن تخفيض المساعدات الإغاثية بسبب التضييقات الحوثية؟ نعم أخي علي، مرحبا بك أنت وضيوفك والمشاهدين الكرام. أخي الكريم، أولا يجب أن نفهم بأن منع وصول المساعدات سواء كان بسرقتها أو بإتلافها أو بحجزها تعتبر جريمة حرب بحسب القانون الدولي. لكن الإشكالية أنه منذ 5 سنوات لم يتم التعامل مع مثل هذا الانتهاك بقدر يعني بقدر الضرر الذي ينتج عنه والذي يصيب اليمنيين. يعني بعد 5 سنوات يتم الحديث عن هذا الانتهاك، وعندما يتم اتخاذ حل يصب للأسف أو ينعكس بشكل سلبي على المواطن البسيط. في كل الحالات الحوثيون ينهبون يعني هذه المساعدات سواء كانت 100% او 80% او 50%، هم سيأخذون نصيبهم في كل الحالات. ومن سيتضرر من مثل هذا القرار او مثل هذا الحل من وجهة الامم المتحده هو المواطن البسيط الذي سيحرم يعني من جزء من المساعدات. باعتقادي بان مثل هذه الحلول هي عباره عن هروب من المسؤوليه، هروب من المسؤوليه وليست حلا سينعكس بشكل ايجابي على المواطنين. هناك حلول اخرى بالامكان اتخاذها، منها تعامل. نعم، لكن سيد همدان، قبل ما نذهب الى الهروب من المسؤوليه من قبل سواء كان الامم المتحده او الحكومه الشرعيه، ما ابرز التصرفات التي وصفتها بجرائم الحرب الحوثية التي من شأنها التأثير على استمرار عمل المنظمات الإغاثية في اليمن؟ نعم، أنا أتكلم عن مسألة منع وصول المساعدات للمواطنين. ما هي أبرزها في يعني؟ في زمن الحرب هذه تعتبر جريمة حرب، منها هو نهب المساعدات من سواء بشكل مباشر من خلال النسب التي فرضت من قبل الهيئة التي أشتها الحوثيون في صنعاء بعد الانقلاب،
أو المساعدات التي تنهى بشكل غير مباشر عن طريق المنظمات الوسيطة التي تم إنشائها بعد الانقلاب، والتي تعمل على نقل أو إيصال المساعدات من المنظمات الدولية إلى المواطنين. هذه أيضا تقوم بدور كبير، يعني نقول أغلبها يقوم بدور كبير في سرقة المساعدات. ايضا احتجاز هذه المساعدات لفتره طويله الى حد ان يعني الى ان يتم اتلافها او الى ان تنتهي صلاحيه استخدامها ويتم اتلافها. هذه ايضا جريمه، يعني نحن نتحدث عن شعب، عن ازمه انسانيه، عن اكبر ازمه انسانيه في العالم، وفي هذه الدوله التي فيها ازمه انسانيه هي الاكبر في العالم يتم اتلاف اطنان كثير يعني كثيره من المساعدات. هذه ايضا من الجرائم التي تتهم او في اليمن. ايضا يعني السيطره على التشوفات واسماء المستفيدين، ايضا ادخال موظفين تابعين للميليشيات داخل المنظمات الدوليه ليتم يعني تسخير او تسيير هذه او مكاتب المنظمات في صنعاء والمناطق الخضراء على سيطره الحوثيين لصالح العمليات الحربيه الحوثيه. كم هائل من الانتهاكات التي في النهايه نعم. تنعكس بشكل مباشر وسلبي يعني على المواطن اليمني. نعم، نعود الى السيد جمال بلفقي. سيد جمال، اذا قبل يومين تم اتلاف 700 طن من المساعدات، برايك الى متى سيبقى الموقف الشرعي او الحكومه موقف المتفرج حيال ذلك؟ طبعا احنا في اللجنه العليا للاغاثه نقوم برصد كثير الانتهاكات اللي تقوم بها الحوثيين، سواء كان بحجز الاغاثه او سواء كذلك عدم السماح بوجود بعمل المنظمات الدوليه. نحن من خلال منسقيه الامم المتحده في الاغاثه باليمن نحن يعني دائما نحملها المسؤوليه في عدم في 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 في, في عدم الإدانة الحقيقية والإجراءات الحقيقية. نطالب الأمم المتحدة باستمرار أن يكون يعني أن يكف معاملة التقارير وتبدأ إجراءات حقيقية ومحاسبة الحوثيين في عدم وصول الإغاثات، وخاصة بعد ما كشفت أمام كثير من المنظمات عملية الانتهاكات الواضحة وعملية أن في 6 مليون شخص. نعم، أنت ذكرت المنسقية الشؤون الإنسانية، هل قمتم بالتواصل أنتم من قبلكم معها لتبيان ما سيحصل بعد هذا القرار؟ وخصوصا في ايضا فيما يتعلق اذا كان هذا القرار بشكل دائم ام سيكون بشكل مؤقت، وايضا اليه التخفيف هذه. طبعا عمليه الابلاغ المسيحيه في الامم المتحده، كذلك الوكيل الساعد للامم المتحده من خلال رئيس اللجنه والاغاثه ابلغ كثير من الرسائل وتحملهم المسؤوليه في استمراريه الانتهاكات في المناطق المستحدثه الحوثي. نحن في خلال الفترة الماضية نحن في تواصل بيننا مع برنامج الدول العالمي وبعض المنظمات، وكذلك نحن نسعى إليهم الآن لتسهيل أعمالهم، والذي عندنا تصريح يعني في اللجنة للإغاثة عندنا من توجيه مباشر من فخامة الرئيس بتسهيل عمل العمل الإنساني بشكل كبير. كذلك نحن عندنا توجد من خلال في ميناء عدن مساحات كبيرة وفرغ ميناء المعلم بشكل كامل للعمل الانساني والاغاثي، كذلك مطمئنة بجيزان، لذلك في 22 منفذ ان ممكن تستفاد منه في ايصال الاغاثات. هي الحقيقه نحن كذلك نتوقع فقط او ننتظر ان يكون فعلا قرار اممي بنقل المراكز مكاتبهم الى محافظات في محافظه عدن ولترتيب وضعهم بشكل اساسي، ومن خلال الشراكه مع الحكومه الشرعيه وكذلك مع اللجنه الاغاثه وشركائنا نحن في اللجنه العليا للاغاثه نستطيع ان تصل الى الاغاثه في جميع انحاء الجمهوريه بطرق كثيره وباساليب كثيره ومنافذ حوالي 22 منفذ ممكن نستفيد اليه. هل 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 ايضا سيشمل النقل الذي تتحدث عنه، هل سنكتفي بنقل المكاتب ام ايضا المخازن، خصوصا اننا نعرف ان المخازن دائما ما تتعرض وهي تقع دائما في مناطق سيطرة الحوثي وهي تتعرض للتلف في النهاية، ويقوم الحوثي باستغلال هذا الإتلاف ويقوم باستخدامه بشكل إعلامي، يعني ألم يكن من الأفضل أن يتم نقل هذه المخازن إلى مناطق الحكومة الشرعية على سبيل المثال مدينة عدن وميناءها؟
الو. نعم سيد جمال. طبعا نحن من خلال وضعنا لهم لا مركزي في عمل انساني، وعملنا خطه كيف توزيع العمل الانساني الاغاثي لخمس مراكز اغاثيه القربها الجغرافي في المناطق اللي هي قريبه للموانئ. الحقيقه طبعا احنا بدانا في محافظه عدن، اعطيت برنامج غد العالمي مستودعات كبيره، وطلبنا ان في عمل مستودعات موجوده في المكلا الى كذلك في مارب الى ذلك في المحره خاصه حدود الكوارث الطبيعيه، بحيث ان تكون هذه المخازن تستطيع من خلال او الامنه كذلك ممكن تكون التوزيع بشكل سريع وسلس. يعني وصل طبعا من برنامج غد العالمي خلال حوالي 500 الف طن سنويا يوصل في ميناء عدن لبرنامج غد العالمي. طبعا هي عندما بعدين تذهب الى المناطق المجاوره، هي بدات مثلا على اساس انه محافظه تعز محافظه اب اللي هي قريبه تاخذها من محافظه عدن. طبعا اذا وصلت محافظه المكلا ممكن تستوعب محافظه مارب، وممكن من خلالها في الى حتى من خلال كذلك من مارب ممكن توصل الى عده مناطق قريبه اللي هي في الحدوديه اللي هي كذلك منصه الخضره كذلك من جيزان. العلاقات ممكن تكون موجوده اذا فعلا في نيه صادقه من قبل المنظمات انها فعلا اللي هي تاتي الى 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 حضن الشرعيه، ونحن باستطاعتنا ان احنا نقوم لها نعمل لها كل الاجراءات والتسهيلات المناسبه لايصال المساعدات لكل المناطق. نعم السيد جمال بلفقيه مستشار وزارة الإدارة المحلية وأيضا المنسق العام للإغاثة في اليمن، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عدن. نعود إلى ضيفنا من القاهرة الباحث والناشط في الشؤون المجتمعية همدان العلي. سيد همدان، كنت قد سألت بالنسبة للمنظمات ضيفنا جمال عن المنظمات المتواجدة في اليمن، لماذا الإصرار على إبقاء مخازنها في مناطق نفوذ الحوثيين برأيك؟ ما الذي يمنع أن تكون هذه المخازن متواجدة في عدن وتكون عدن بديلا لمخازن الغذاء العالمي هناك؟ المخازن والمكاتب لا أخفيك، يعني هناك إشكالية أمنية في عدن. نحن من ضمن الأشخاص الذين طالبوا بنقل مكاتب المنظمات الدولية إلى عدن، خاصة الأممية. يعني المنظمات الأممية تحديدا بحسب القانون يجب أن تتواجد في المدينة أو المحافظة التي تتواجد فيها الحكومة الشرعية، وبالتالي وبقائها في صنعاء يعني مخالف للقانون اليمني باعتبارها هيئات دبلوماسية بدرجة أساسية اللي هي المنظمات الأممية. مع ذلك هناك إشكاليات متعلقة بالحكومة الشرعية تحديدا، وهي الجانب الأمني، وهو أمر هام. يعني طبعا المنظمات مبررة، هو كيف أفتح مكاتب رئيسية في عدن ويعني لا توجد سفارات ولا يوجد أمن ولا يوجد، هذه مبررات لكن بالإمكان تجاوزها. لكن أيضا هذا الأمر لا ينفي بأن هناك توجه يعني لإبقاء المنظمات في مناطق سيطرة الحوثيين لأسباب لا ندري ما هي بالضبط، لكن الأمر لا يخلو من تواطؤ إن صح التعبير من قبل موظفين أمميين يحرصون على بقاء هذه المنظمات. هناك من يقول بأن بقاء هذه المنظمات في المناطق التي لا تسيطر عليها الدولة والتي تسيطر عليها الجماعات المسلحة تزيد من عامل الخطر، والذي يسهم بشكل كبير في زيادة مرتبات والمصاريف التشغيلية التي تصرف للعاملين في هذه المنظمات. هذا قد يكون أحد الأسباب، لأنه يعني نقولها بكل صراحة، هناك من يحرص على بقاء عمل المنظمات بالرغم أن جزء كبير من المساعدة يذهب لصالح الحوثيين لضمان بقاء هذه الأعمال، أعمال الموظفين الدوليين الذين يستلمون مبالغ كبيرة جدا لقاء أعمالهم في مناطق خطرة. يعني عمل الموظف الأممي أشكرك. أو عمل الموظف في المنظمة الدولية التي في أي دولة مستقرة راتبه ومستحقاته المالية أقل بكثير من أي موظف يعمل في مناطق لا تخضع للسلطة الشرعية وفيها إشكالية أمنية، وبالتالي هناك من يحرص على مثل هذه البيئة، على بقاء مثل هذه البيئة، لأنها صفقة بالنسبة له. هو يعني خلال سنوات سيحصل على أموال كبيرة. نحن لا نريد أن نسيء الظن 100%، ولكن هناك إشكالية يجب أن تدرس، ويعني لماذا يتم الحرص على التغاضي
عن ممارسات الحوثيين. نعم. لماذا وصلت فكرتك سيد. المتعلق بنهب المساعدات، لماذا لا تنقل كل هذه المكاتب والمخازن الى مناطق امنه ومناطق خاضعه لسيطره الحكومه الشرعيه؟ نعم. اذا كانت عدن غير امنه فينقلوها الى المكلا مثلا، ينقلوها. نعم. الى سيئون. هناك اكثر من حل. وصلت فكرتك سيد همدان العلي، كنت معنا من القاهره الباحث والناشط في الشؤون المجتمعيه همدان العلي، شكرا جزيلا لك. ينضم الينا ايضا مصعب عفيف وهو صحفي من الحديده. بتقديرك سيد مصعب، ما حجم الكميات الغذائيه المخزنه في مناطق نفوذ الحوثيين خصوصا مخازن الغذاء العالمي بالحديده؟ نعم، لا يوجد في الحقيقة رقم معين يحدد كمية المساعدات المخزنة داخل مناطق سيطرة الحوثيين، لكن ما هو أكيد أن أكثر من ثلثي المساعدات القادمة من الأمم المتحدة هي مخزنة في تلك المناطق، في مناطق سيطرة الحوثيين. ولا نبالغ إن قلنا أن نحو 20% فقط من هذه المساعدات الإنسانية الدولية تتواجد في مناطق سيطرة الشرعية، وهذه النقطة هي التي تؤثر بشكل بالغ على حركة تقديم المساعدات نتيجة سيطرة الحوثيين على الحجم الأكبر من المساعدات المتواجدة والمخزنة داخل مناطق. نعم، في ظل هذه السيطرة سيد مصعب، من حين لآخر نسمع عن إتلاف مئات الأطنان من المساعدات، برأيك ما الذي يعنيه تكرار هذا الإتلاف على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يتحمل هو أيضا نفقات شرائها؟ ما يعني هذا الإحراق أو الإتلاف لعمليات أو لكميات كبيرة من المساعدات الفاسدة؟ في الحقيقة معظمها تكون منتهية الصلاحية، تقوم السلطات التابعة أو الخاضعة للحوثيين بإتلافها نتيجة انتهاء مدتها وتحولها إلى مواد فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي. وهذه العمليات تكشف بشكل واضح وتؤكد عملية التربح والمتاجرة بمعاناة الناس. يوجد في المخازن الكثير من المساعدات يتم تخزينها ولا يتم تقديمها لمستحقها، وتظل في تلك المخازن لأشهر طويلة حتى تنتهي وتتحول لمواد فاسدة. أما سبب إبقائها داخل تلك المخازن فهو يعود إما لخلافات ما بين المنظمات الإنسانية وبين الحوثيين. الحوثيون دائما يريدون النصيب الأكبر من هذه المساعدات. أيضا المنظمات الإنسانية تتلاعب بمسألة التوزيع، لا تقوم بتغطية احتياجات الناس بشكل كامل ونهائي حتى يتم القضاء على الفقر والمجاعة أو الاحتياجات الغذائية والدوائية للناس. يتم توزيع المساعدات بطريقة ذكية حتى يبقى هناك معاناة ويبقى هناك الحاجة لهذه المساعدات حتى يتم تسويقها إعلاميا وجلب مزيد من المساعدات الدولية القادمة من الدول المانحة. نعم، هذه المعاناة التي أوضحتها وأيضا مسألة التربح منها، إلى أي مدى يمكن اعتبار الحديدة الآن مناسبة لتخزين المواد الغذائية الإغاثية في ظل تكرار ممارسات الحوثيين؟ نعم، في الحقيقة ليست الحديدة فقط وإنما كل المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تصلح أن تكون مقر لتخزين الأغذية والأدوية والمساعدات الإنسانية بشكل عام. نعم، الكثافة السكانية تتواجد في تلك المحافظات الخاضعة للحوثيين. أيضا أكبر حجم للمعاناة وللاحتياجات الغذائية والدوائية هي في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة الإدارة الكارثية لهذه الميليشيات بعقلية عسكرية، لكن ذلك لا يبرر أبدا أن يتم تخزين الأغذية والمساعدات بشكل عام داخل تلك المحافظات حتى يتحكم الحوثيون بعملية توزيعها. الحديدة غير صالحة إطلاقا لتكون مخزنا لأكبر مخازن لأكبر حجم من المساعدات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي فقط، ناهيك عن عشرات المنظمات التي تتخذ من المحافظة أيضا مخازن هناك تخضع لسيطرة الحوثيين ويتحكمون بدخول وخروج
كل كميات المساعدات ويتم توجيهها بطريقة سياسية لأتباعها ولأنصارها أيضا لمقاتليها في معظم جبهات القتال. نعم. من الناحية أيضا هناك نواحي أخرى أيضا الحديدة غير صالحة للتخزين لأنها تعد الآن منطقة حرب فعليا وتتعرض تلك المخازن لهجمات بين الحين والآخر. شكرا مصعب عفيف الصحفي، كنت معنا من الحديدة على هذه المداخلة، وأيضا الشكر موصول لمستشار وزارة الإدارة المحلية والمنسق العام للإغاثة في اليمن جمال بلفقيه، وأيضا للضيف من القاهرة الباحث والناشط في الشؤون المجتمعية همدان العلي، ولكم التحية مني ومن معد الحلقة وديع عطا، وإلى اللقاء.